10 السكالر كوانتيتي از كومبليتلي سبيسيفايد. اذا هنا لازم لنا تعريف تام للسكالر كوانتيتي. طب سكالر كوانتيتي تكتفي بقيمتها العدديه، مثال عن ذلك الكتله، الشحنه الكهربائيه، الطاقه الى اخره. اذا الاختيار الاول تو فاليوز، هذا تو فاليوز از تو ماتش، اذا خطا. بي السنجل فاليو اند هاز نو دايركشن، هذا بالطبع صح. سي السنجل فاليو اند سبيسيفايد دايركشن، هذا المتجه. الاختيار الرابع one direction and two angles، بالطبع هذا غير مسموح. والأخير single value with no unit، بالطبع هذا خطأ. كل المقادير في الفيزياء عندها وحدة. إذا السؤال الجواب الوحيد الأصح هو الاختيار B.